السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج تريكات واختراعات. اليوم سنتعلم كيف نصنع طائرة ورقية ببساطة شديدة. تابعوا الفيديو حتى النهاية، لأن في النهاية سأعلمكم كيفية ضبط الميزان وبعض التعليمات الخاصة بالأمان في الطائرة الورقية. طبعا دي عيدان الغاب، استها وضبطتها بالنص. شايفين العلامة في النص ده باللون الأحمر؟ هنربط الخيط فيه بالتساوي. خد بالك لو كانت العيدان فيها جزء تخين وجزء رفيع، هنحاول نوزعهم بحيث ان الطيارة تبقى موزونة. هربطهم بالخيط زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. طبعا انا هستخدم بكرة صوف، وانت ممكن تستخدم اي خيط عندك عادي، مفيش مشكلة. المهم انك تربطهم بطريقة متساوية بحيث ان الربط يكون في النص بالضبط. وده شكل الطيارة بعد ما ربطناها من النصف. هنبدأ نقيس الخيوط ونربطها فيها بالتساوي. اهم حاجة التساوي علشان تبقى مظبوطة وموزونة. وده شكل الطيارة بعد ما لفناها بالخيوط من كل ناحية. لاحظ ان الخيوط مقاساتها متساوية ولفناها من كل ناحية وربطناها كويس علشان تبقى موزونة. احنا جبنا مفرش بالشكل ده وهنلفه ونوزعه على الطيارة من كل ناحية ونقصه ونلزقه باللزق زي ما انتم شايفين قدامكم. وبعد ما لزقنا المفرش فيها بقت بالشكل ده ولزقناها باللزق، وكمان عملنا فتحة في النص علشان نحط فيها الخيط، وحطينا لزقة عليها كمان عشان ما تتقطعش، وبقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنبدأ نحط فيها الخيط ونعمل الميزان اللي هو أهم حاجة في الطيارة. ركز معايا في الخطوات علشان تعمل الميزان صح والطيارة ما تبقاش معوجة أو ميلة، زي ما صاحبنا قال في الفيديو اللي فات، وقال إن الطيارة دي كانت معوجة وهي كانت كويسة وإحنا جربناها. وبقول له لو سمحت ما تقولش حاجة أنت مش عارفها، لأن الطيارة لأن إحنا بنعمل شغل ممتاز. زي ما انتم شايفين الميزان عبارة عن اننا بنقيس الخيط يكون متساوي في كل اضلاع الطائرة، تمام؟ زي ما انت شايف هنقطع الخيط هنا يكون مناسب للضلعين، يعني هنقيسه على الضلع الاول ونقيسه على الضلع الثاني يكون نفس المقاس، وبكده نبقى عملنا الميزان الصحيح الجزء الاول. لسه هنكمل الجزء الثاني من الميزان. ركز في الميزان كويس لان الطيارة مش هتطير كويس وهتبقى معوجة لو عملت الميزان غلط. طبعا احنا كده بنعمل الميزان. الميزان عبارة عن ثلاث خيوط، الخيط الاول بيتربط في نص الطيارة، والخيط الثاني في زاوية من زاويات الطيارة، وبنقيسه زي ما انتم شايفين كده. حط يا كريم، حط. بنقيسه زي ما انتم شايفين كده، لازم يكون موازي للمنتصف وموازي للناحية الثانية علشان نتأكد انه مظبوط. دي الفكرة بتاعت الميزان. كده احنا هنربط الجزء الاول عشان نثبت المقاس اللي عملناه.
ونفس الكلام مع الجزء الثاني بتاع الميزان. واحنا طبعا عملنا الجزء الاول من الميزان، وبالتالي كده يبقى خلصنا الميزان. هنربطهم كلهم في بعض وهنربط فيهم الخيط اللي هو بيحرك الطيارة، وده هيكون شكلها بعد ما خلصناها. يلا نجربها، يا ترى هتطير ولا مش هتطير؟ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتقولوا رأيكم في الطيارة، لو عجبتكم تعملوا لايك، ولو ما عجبتكمش تقولوا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع تحيات قناة تريكات وحركات.